وقبل نهاية النشرة نتوقف عند صورة الأسبوع، هذه المرة من الناظور وبالضبط من شارع بن نصار، حيث تستمر الإضاءة العمومية للشارع في واضحة النهار رغم الحملات التحسيسية لترشيد استهلاك الكهرباء. فمن يؤدي فاتورة الكهرباء العمومي بالمدينة؟ من الصورة ولكم التعليق وربما الجواب. نهاية هذه النشرة، بعد قليل تلتقون مع سلسلة أنا وياك، ثم مجلة توب تراب، ثم الأخبار بالأمازيغية.